وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. اليوم عنا فكرة جديدة بدنا نطرحها وبدنا نحاول نفيد أكبر شريحة ممكن تستخدمها من خلال طابعة ثلاثية الأبعاد. الفكرة اليوم مختلفة عن باقي الأفكار، إنه هي بتستغنى عن 3D سكانر اللي يباع بالمحلات، ومن خلال جوالك أنت راح تقدر تصور بشكل ثلاثي البعد. هلا بالبداية نحن عنا هذا النموذج، هذا هو أنا طبعاً، يعني هذا أنا وسع في صورت رفيقي وسع عم بشتغل عليني. فهذا النموذج اللي تصنع هلا هو عبارة عن تصوير موبايل سامسونج S20 بلس، ومن خلال الكاميرا الأساسية اللي له، من خلال التطبيقات راح تشوفوا بالتسجيل كيف تم التصوير. بعد ما قمنا بالتصوير راح تنزل بلاحقة، راح تنزل بهي اللاحقة. اللاحقة بدك تحولها للاحقة STL، بدك تستخدم تطبيق 3D Builder اللي هو كمان أساسي وموجود باللابتوب. وبهي الطريقة أنت بتحصل على STL، والتحويل من STL للطابعة بظن اللي بيستخدم الطابعة هو موضوع سهل. واللي بيحب نتعمق بموضوع التحويل STL للطباعة ثلاثية الأبعاد، فنحن كمان جاهزين لنقدم شرح، بس كل طابعة تختلف عن الأخرى يعني بهالحالة هي. فبدنا نقدم مجموعة من الشروحات، مجموعة من التطبيقات، مجموعة من البرمجيات. أنا من الأشخاص اللي عم بستخدم ألتيميت كورة حاليا، لكن بستخدم كمان فلاش فورجا لمن بيشتغل على طابعة أخرى. بتمنى اللي ما اشترك بالقناة يشترك ويدعمنا باللايك، ونحن بنقوى بوجودكم معنا لحتى نأسس لموسوعة هندسية تكون عمادة هي الطابعة ثلاثية الأبعاد. طريقة التحويل من لاحقة GLTF ل STL، فنحن بالبداية بننقر عليها باليمين وبنفتحها ب 3D Builder اللي هو أساسي بالجهاز. وبس تفتح نحن بنختار من خيارات حفظ باسم، وبنختار اللاحقة اللي بدنا إياها اللي هي STL لحتى نحن نقدر نطبع بهي اللاحقة.